بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان شهر سباك الخيرات، النافلة فيه كالفريضة، والفريضة كسبعين فريضة فيما سواه. شعاره يا باغي الخير أقبل، الشياطين فيه مصفدة، وأبواب النيران مغلقة، وتزينت الجنة ونادت خطابها أن هلموا هلموا إلي وأسرعوا الخطى، فالسوق مفتوح والبضاعة موجودة والملك جواد كريم. من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحاباته الكرام مدرسة القرآن فيه، فالقرآن هو كلام الله وهو أعذبه، فهو شفاء القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ومن أفضل الأعمال التي تقام في رمضان هي قيام الليل، وهي الخلوة مع الله عز وجل. ويشمل قيام الليل الوقوف بين يدي الله عز وجل من قراءة قرآن، والتذلل لله عز وجل في السجود، والانكسار بين يدي الله عز وجل، ونكثر من الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا عليه بالإجابة، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى المولى عز وجل في هذه الآيات أمرنا بالدعاء، وقال ربكم ادعوني، أسلوب أمر، وقال ربكم ادعوني أستجب، مش فأستجب لا، إن شاء الله مجرد ربنا سبحانه وتعالى وفق الإنسان للدعاء فربنا إن شاء الله يستجيب لي على طول. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكمان المولى عز وجل توعد إن ما بيطلبش أي حاجة من ربنا سبحانه وتعالى إنه والعياذ بالله يكون من أهل النار. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كان الله يفتح لعبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة. وبرضه المفروض الإنسان لما يدعي ما يعجلش الدعاء. إن الله يستجب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي. فالدعاء من أعظم الأسباب القربات والتقرب إلى الله عز وجل، وخاصة في هذا الشهر الكريم. فإن شاء الله نختم بالدعاء: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء ما في السماوات وملء ما في الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اسقنا من حوض حبيبك المصطفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم هب لنا فيه عملا صالحا يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم اجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.